أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أول عدد من حصتكم داخل 18 في موسمها الجديد، والذي سنخصه كالعادة الحديث عن حال الكرة الجزائرية التي تعاني وتواصل المعاناة انطلاقا من البداية الكارثية المسجلة سواء على مستوى البطولة الوطنية وكذا المنتخب الوطني. عدد اليوم سنخصه الحديث عن المنتخب الوطني، لكن سنخصص بدرجة خاصة الحديث عن رحيل الحارس القديم في الكرة الجزائرية بدءا من الاتحادية إلى رؤساء الأندية. والحديث عن هذه المواضيع نتشرف باستضافة كل من السيد عزوز طبو رئيس سابق لفريق شبيبة سكيكدا. مرحبا بك. مرحبا بك، نشكركم على الدعوة سي ياسين وشكرا. شكرا سي طبو. كما نتشرف باستضافة الرئيس السابق لفريق شبابتنا فريد نزار. مرحبا بك. عيد مبارك لكل الشعب الجزائري وشكرا على الدعوة. شكرا سي نزار. مشاهدينا الكرام، خلينا نتابعوا هذا التقرير حول رحيل الحارس القديم للكرة الجزائرية. هل ستتحسن على ضوئه الكرة الجزائرية؟ ثم نعود للنقاش. رحلت العديد من الأسماء من الحرس القديم للكرة الجزائرية من رؤساء أندية عمروا طويلا في الكرة الجزائرية، وعلى رأسهم عميدهم رئيس شبيبة القبائل المبعد محمد شريف حناشي، وطرحت معه الأسئلة عن ما إذا كان حال الكرة الجزائرية سيكون أفضل برحيلهم. بعد رحيل روروا من على رأس الفاف وقدوم زتشي على أمل التغيير نحو الأحسن، كانت الصدمة من خلال بداية كارثية على جميع الأصعدة. نفس الأمر في بداية البطولة، فالمشاكل هي نفسها في شبيبة القبائل، شباباتنا ومولودية الجزائر وشبيبة سكيكدا والعديد من الأندية، ما يجعل الجزم أن المشكلة حتى وإن كان في بعض الأحيان مشكلة رجالة، إلا أن الشيء الأكيد أنه مشكل منظومة متعفنة وغياب رؤية واضحة وغياب هياكل قاعدية. فمعالم الانطلاقات الكارثية ظهرت في أولى جولات البطولة بعدما تحول النقاش إلى الحديث عن مشكل الملاعب، في حين أن المشاكل الجوهرية للكرة الجزائرية مؤجلة إلى إشعار آخر بشعار لا تنتظر التغيير. نبدأ معك عزوز طبو. كما تابعنا في هذا التقرير نشوف أنه الجميع كان يراهن على أنه الحال تاع الكرة الجزائرية راح يكون أحسن بعد إحداث تغييرات على مستوى أعلى هيئة كروية وهي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وحتى على مستوى الأندية، لكن الانطلاقة لا تبشر بالخير، ما يؤكد على أنه المشكل هو موش مشكل رجال فقط بل هو مشكل منظومة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أنا سياسي نتفق معك على هذا الطرح، وأنا كنت من منذ البداية على بالي باللي نقولها ونعودها باللي المكتب الفيدرالي هذا اللي تنصب جديد على بالي ما راحينش نخدموا به الكرة الجزائرية، بويسك نشوف التركيبة تاعو ماهيش لوجيك، مش معقولة، بويسك بنا حكمو البريزيدون فيدراسيون بارادو، نحكمو ربو حداد من ليزمان، نحكمو الزميرلي من نهد، لكن هم محيط الكرة الجزائرية وراه المشكل وراه المشكل الكرة الجزائرية راهو مش ما بنا نهضروا نكونوا نهضروا الحقيقة، مش من اليوم المشكل تاع الكرة الجزائرية راهو مريض، هو من في عهد راهو كاين مشكل وسي في الكرة الجزائرية، بصح بازات فاقمة الأمور ونزيدو نهضروها ونعاودوها ونقولوا كل ما بني على باطل فهو باطل. انا بالنسبه ليا لو بير فيديرال هذا مش نكريتيكي فيه، ما عندي حتى مشكل معاه وما عندي حتى مشكل ني مع زوتشي ني مع البيرو فيديرال، مي التركيبه تاعو ماهيش منطقيه، مش لوجيك. لماذا ماهيش منطقيه سي طبو قبل ما نروحوا لفريق نزار؟ خليني نطرح لك سؤال. يقال انه على الاقل المكتب الحالي تاع رئيس الفاف خير الدين زتشي فيه ناس فاعلين، والناس تتفاعل داخل المكتب الفيدرالي، يتكلم على رؤساء الانديه، يتكلم على لاعبين دوليين سابقين. في عهد الرئيس السابق محمد الوراوا كان البيرو فيدرال هو مكتب صامت، وحتى تواجد اشخاص يعني
يعني منتهيين صلاحية بين قوسين. علاش لماذا الانتقاد حاليا المكتب الفيدرالي في حين سابقا ما كانش عندنا اصلا مكتب فيدرالي؟ انا جورك انا نقول لك بالنسبه للعهده هذه هي راح تزيد تفقم الامور، راح تزيد تولي مشاكل كبيره. كون يبقى المكتب الفيدرالي هذا تكون مشاكل كبيره في الشامبيون هذه، سواء بالنسبه لي انا كرئيس فريق سابق نقول وشفت، انا نقولها لك ونعاودها لك، كل ما بني على باطل فهو باطل. انا بالنسبه لي طونك كاينين تروا بريزيدون بليس كاينين دي بريزيدون دليك ماهوش في المستوى. نعطيك برك بار اكزومبل، كي تقول لي انت بار اكزومبل اسكو البارح في الماتش تاع ليكيب ناسيونال كاينين لو بريمي فيس بريزيدون لو دوزيام فيس بريزيدون بليس دي مومبر فيدرال جاو سغلوا الماتش بليس، كاينين الناس اللي عينوهم ومستشارين بالنسبه للبريزيدون تاع لا فيدراسيون ما جاوش للماتش، سوا في الماتش على زومبيلي ولا في الماتش في قسنطينه. من المفروض هما يقولوا احنا نمدوا حلول للكره الجزائريه، من المفروض الناس هادو يكونوا مع رئيس الاتحاديه البارح. المشكل اعمق من الحضور تاع الشخص في مباراه فريد نزار، حتى ما نخلوهاش فقط في المنتخب الوطني. السؤال الذي اطرحه وهو انه حال الكره الجزائريه حتى على مستوى البطوله، نشوفوا الانطلاقه متعطره، رغم انه دائما كنا نسمعوا انه المشكل في الحارس القديم في بعض رؤساء الانديه. راح فريد نزار، راح عزوز طبور، راح محمد شريف حناشي، راحوا العديد من الاسماء، نشوفوا نفس الامر يتكرر. نظن باللي ازمه الكره الجزائريه ازمه عميقه، ماهيش ازمه مسيرين بل هي ازمه منظومه كامله لفاسده منذ عشرات السنين، يعني ماهيش في هذا فاسده برجالها. لا انا نقول لك باللي منظومه فاسده ايضا. انا نقول باللي احنا عندنا تجربه في السبعينات وين كانت تجربه ناجحه تاع الاصلاح الرياضي اللي مدت الثمار نتاعها في الالعاب الافريقيه ومدت الثمار نتاعها في كاس العالم. نظن الان الكل يجري وراء نتائج يعني في اقرب الاجال، اهملنا المنشات، اهملنا التكوين، اهملنا يعني كل شيء. ولهذا نقول باللي لابد الان من شرح وضعيه الكره الجزائريه وايجاد حلول مناسبه للخروج من هذه الازمه، لان ماهيش مشكله في الحرس القديم. تنظير كل موسم نتكلموا الحلول وايجاد ما درنا حل، ما وجدنا حل، ما خرجنا من الوضعيه. بعيدا عن التنظير، اصل المشكل وراه هو نقول لك باللي اولا هي الان لا كنمشيو الى الملاعب الافريقيه فنشوف يعني مركبات اللي في افريقيا اصبحت احسن من المركبات اللي موجوده في الجزائر. فاحنا يعني اهملنا المنشات، اهملنا التكوين. كل الفرق راهي تنفذ في سياسة الاتحادية الجزائرية اللي هي تشوف إلا فريق الأكابر، ما تشوفش الفرق الشبانية، هي نفسها للفرق الجزائرية تمارسها. إلا فريق الأكابر يأخذ كل الإمكانيات وأهملنا القاعدة. ولهذا رانا نشوفه في هذا النتائج اليوم. نقول بلي أيضا تتكلم على الحارس القادم، نقول لك أيضا موجودة الآن أزمة تاع مسيرين. إذا شفنا اليوم مثلا فرق في الدرجة الأولى ما تملكش رؤساء، نشوفوا مثلا فريق شبيبة القبائل بفريق اللي اكثر تتويجا في الجزائر اليوم ما عندوش رئيس. نشوفوا فريق اتحاد البليده بعد شهر يعني جا رئيس صرف وما قال لنا نمشي ونخلي الفريق. نشوف فريق بسكره ايضا ما عندوش رئيس. اليوم كاينه ازمه ايضا نتاع مسيرين، ازمه نتاع رؤساء في فرق ماهيش موجوده. الكل الان يتهرب من تسيير النوادي الرياضيه. لكل نادي عنده اسبابه. ونظن ايضا ان الازمه الماليه اللي تقيس كل النوادي الجزائريه هي ايضا سبب من اسباب اللي خلات نفور تاع مسيرين من تسيير النوادي الرياضيه. صحيح عزوز طبو، الملاحظ على الاسماء اللي غادرت من بينها نتايا، نشوفوا حناشي، نشوفوا العديد من الاسماء اللي غادرت يعني رئاسه العديد من النوادي، نشوفوا انها الاسماء التي عارضت قدوم الرئيس الجديد للفريق. هل تعتبر الامر انه صارت صفيه حسابات، صفوا حسابات معك على اعتبار انك كنت تنتقد انت الشيء اللي هذا ضحوا به؟
نو انا ما يقدرش يضحي بيا وما يقدرش يقيسني وما يقدر. لماذا غادر؟ اسمح لي انا غادر. ما تقوليش انه اسمح لي انت حبيت تغادر. انا حبيت نغادر بويسك شفت المحيط متعفن على مستوى الفيدراليه الفيدراليه والمكتب الفيدرالي، يعني 70% خلاني ننسحب من البيرو فيدرال. هذه وحده. ثاني حاجه كما قال لك كاينين وسي كاين بروبليم لازم الواحد كي يحكم فريق لازم يخدمه العام كامل، لازمك تخدمه بإخلاص، تخدمه العام هذا تخدمه بصدق. كي انا بار اكزومبل الله لاني العام اللي عدى انا نهار ما رتحوش يعدي نلعبوا بالجمعه نخمم على الماتش بروشان. كي تقول لي بار اكزومبل الحناشي، انا نتاسف على المشكل تاع الحناشي كي نشوف ان بريزيدون كيما هذا يعني ينتقدوه بالطريقه هذه ويستعملوا له الشيء هذا اللي رئيس. ما جاوبنيش على السؤال، هل تشوف انه تم تصفيه حسابات مع الرؤساء اللي انتقدوا زتشي ولا اليوم كانوا ضد قدومه؟ شوفوا العديد من الاسماء اللي انتقدته اللي هي اللي غادرت. انا سياسيين الى يوم الى 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 يومنا هذا ما كنتش ضد زوتشي، كنت ضد الطريقه اللي انتخب بها زوتشي. من المفروض نزيد نهضرها ونعاودها 1000 فوا حمار وزرواطي ان با دروا باي بريزيديو لاسومبلي. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ مانيش ضد زوتشي كزوتشي، ضد الطريقه الانتخابيه اللي استعملوا بها البيرو فيدرال هذا. على هادي درك انت بار اكزومبل اسكو زوتشي قانوني؟ مش قانوني. شكون اللي بريزيدون لاسومبلي؟ حمار كان في البريزيدون كوميسيون دو ركول مش بريزيدون. من كلامك انك انت غادرت رئاسه شبيب تسكيكدا لانه انتخاب زوتشي كيما راك تقول غير قانوني. نو انا مش لو بروبليم مش زوتشي. ومن بعد نعرفوكم كرؤساء الانديه انكم تموتوا على الكرسي. انا ما نموتش على الكرسي. لو كان ماشي اجبروك على الرحيل والله ما تغادر. نقول لك اما انا اقسم بالله ما جبرني واحد على الرحيل. كون حبيت الرياحة اقسم بالله نقعد 10 سنين واحد ما يتوشيني. والله واحد ما جبرني على الرحيل. وكون جبروني كون قال لي واحد روح نقعد. كون عيط لي واحد وقال لي روح الرياح. انا شفت باللي دخلت في صراعات مع رئيس الاتحاديه هذا خفت. اسمح لي دخلت معه في صراعات على اساس انتخاب باه تكون انتخابات شرعيه وشفافه. هو شاف روحه ما عرف شكون كيف انت اسكو لوجيك ان بريزيدون فيديراسيون يعدي سيسبوندي ان بريزيدون بالتليفون يهز التليفون ويقول لهم سيسبوندي البريزيدون تاع سكيكدا سير كيل باز سير كيل كريتير. وهل هذا الامر جديد في الكره الجزائريه؟ حتى رئيس سابق كان يجي ليها بالتليفون. بصح انا لو بروبليم مع زوتشي سكو مانيش ضد زوتشي كزوتشي، انا ضد الطريقه تاع العمليه الانتخابيه اللي صارت بها. هو فهمها باللي انا وضده انا وضده ماشي مشكل. كيما قلتها ونزيد نعاودها نهار قلت له هذا ماشي اونترينور وما يصلحش بالمنتخب الوطني، وهذا منتخب وطني تاع شهداء تاع العربي بن مهيدي تاع مصطفى بن بولعيد تاع ديدوش تاع زيغود تاع بوقادوم تاع جميله بوحيرد، او مش منتخب تاع وطني تاع كرتيات باش جايين تلعبوا به. هذا ماشي اونترينور تاع ليكيب ناسيونال. هذا يجيب لي السي في تاعو واش لي زيكيب اللي يحكم ليفانتي يحكم غرناطة يحكم المارس يحكم الميريا واش اللي راح يجيب لك هذا ما عنده ما يجيب لك سياسيين. بان نضرو صح لونترينور ماهوش في المستوى. لونترينور راهو كبير بزاف عليه. لكن يقدر يقول لك انت شكون حتى تقيم المدرب؟ اسكو انت تقني حتى تقيم المدرب؟ انا تقني انا ما نقولش انا تقني انا مسير. بصح نشوف لونترينور هذا ديجا سي في تاعو باه تجيب لونترينور شوف ان سي في تاعو واش كان حاكم لي كلاب اللي حكم 2016 كان حاكم غرناطه طيع غرناطه. واش هو لي كلاب اللي حكم في الاسبان؟ حكم غير لي درني كلاب الميريا طاحت
ليتشي طاحت، ليفانتي طاحت، وش اللي يحكم؟ طيحهم كلهم. راح تكلموا على الكاريز، فريد نزار بكل صراحه ما دام دخلنا في الحديث عن رئيس الفاف خير الدين زتشي، ما تشوف انه كرؤساء الانديه ما وفرتولوش الارضيه المناسبه لرئيس الفاف؟ تم انتخابه، خلال انتخابه انتقادات لاذعه، معارضه شرسه ما كناش شاهدوها في العهد السابق. في العهد السابق نشوفوا انه رؤساء الانديه كانوا الجميع منباطح، ولا واحد تسمع مره تسمع ممكن فريد نزار يتكلم على حق فريقه، ممكن رئيس اخر، لكن ما شفناش هذه الحمله اللي تعرض لها رئيس الفاف. ما كتشوف باللي رؤساء الانديه هما اللي افشلوا الانطلاقه الجيده لزتشي؟ نظن باللي اخطا رؤساء النوادي في حق زتشي، لان هي فرصه كبيره كانت لرؤساء النوادي انه رئيس نادي يكون على راس الاتحاديه. كان من المفروض رؤساء النوادي انهم يقدموا المساعده لزتشي، لانه هو منهم، من عائلتهم، يعرف مشاكلهم، وكان مش ممكن جدا اننا نستغلوا زتشي لانه يعرف مشاكل تاع النوادي باش نحلوا مشاكل تاع النوادي. نظن باللي بعض رؤساء النوادي دخلوا في صراع مباشر مع رئيس الاتحاد، واليوم الكره الجزائريه راهي تسلك فيها، وشفنا الصراعات اللي موجوده ما بين الاتحاديه وما بين الرابطه، بين رئيس الاتحاديه وبين بعض رؤساء النوادي. نظن باللي كانت فرصه اولى في عهد الكره الجزائريه انه رئيس نادي يتراس الاتحاد. الرئيس اسمح لي، شكون الرؤساء اللي دخلوا معه في صراعات؟ سيتي لي ان بريزيدون دخلت معاه في صراع. انا ما دخلتش، انا وقعت عبد الكريم مدور دخل معاه في صراع. ما دخلتش معاه في صراع. اسمع، لا بغى مدور عديد من الرؤساء دخلوا معاه في صراع. اسمع، انا ما كناش نسمعوكم تكلموا في عهد الرواوا. مثلا انت طب عمري ما سمعتك تكلمت في عهد الرواوا. ما كنتش بريزيدون، كون جيت مع الرواوا كنا يخلات انا مع الرواوا. ما عندي حتى مشكل انا على حق. لا كنت انا تخاف تكلموا بكل صراحه، كنت تخاف بكل صراحه. انا شوف واحد يقيس، انا كون يقيس لي واحد ليكيب ويقيس لي يخربط لي في ليكيب، والله العظيم ما تلقته. لانتيري تاع ليكيب تاع ليكيب افون تو، بمعنى انت المصلحه الضيقه، انت ما تخممش المصلحه العامه تاع الكره الجزائريه. اسمح لي، انا كون نحس واحد يحقرني قلت لك والله ما تلقته، ويكون بابا كون يقيس لي ليكيب والله ما تلقته، بويسك هذه امانه في عنقي ما لازمنيش نتلاعب بها. بمعنى انت الشعور تاعك انه قاس لك ليكيب مثلا زتشي انك تدمر كل شيء وتدمر الانطلاقه الجيده تاع الكره الجزائريه، هذا هو المفهوم تاعك. انا المفهوم تاعي ماهيش، انا قاعد نقول لك ماهيش تركيبه تاع المكتب الفيدرالي. انا مانيش ضد زتشي، المكتب الفيدرالي هي المهدد، واش راح يقدم اضافه بالنسبه وماذا تحكي على المكتب الفيدرالي؟ انا بالنسبه لي رورهوا راح الله لا يجيبه، ما عندنا حتى مشكل في رورهوا، احنا نحكيو درك في المستقبل. كيف انت تشوف في المستقبل ان بريزيدون فيدراسيون عنده دو كونسيي ولا تروا كونسيي؟ يجيب لي درك باغ اكزومبل نسيتي لك ماجر لاعب دولي سابق، اسمح خلينا لاعب دولي سابق نتحيلو بارك الله فيك، بصح كونترينور ولا كمسير ولا ككونسيي ما عنده حتى جرام باه يقدم حلول للكره الجزائريه. ونزيد نعطيك حاجه، شكون اللي يديروا كونسيي؟ اسمح لي سي طبو، نعطيك انا بالنسبه للماجر ما درش لاعب دولي سابق. لا اسمح لي، كيفاه شكون دير الكونسيي؟ انت رئيس الفاف شكون دير كونسيي؟ راه ما كانش مدير دي كونسيي لانه كان ديكتاتوري في القرار. لا على زيد والله نجح معاكم لانه يعرف العقليه تاع رؤساء الانديه. اسمح لي، ولي فري هادو لي فري هادو تاع لي كونسيي، وعلى ما يعطيوهمناش حنا بلي كلوب. احنا اذا تبحث غير على الدراهم. لا اسمح لي، مش قضيه الدراهم، اسمح لي كي نعطيك انا باغ اكزومبل ماجر ينتقد من اجل باه ينتقد. انا قلت لك كلاعب نتحيلو، مي كمسير ولا كونترينر بالنسبه للجزائر ما راح يقدم حتى اضافه. نعطيها لك كيفاه، هو البارح برك يقول غدوه راح نربحوا، وكيف ننتقدوا الاتحاد رئيس الاتحاديه؟ يا راجل نورمالمون يا رئيس الاتحاديه يقول كيف في فرنسا ما ينتقدوش رئيس الاتحاديه، علاه في الاسبان رئيس الاتحاديه دخلوه للحبس؟ وين هو المشكل كي ننتقد انايا باغ اكزومبل رئيس الاتحاديه؟ لكن نغلط، رانا في رانا جزائريين ديمقراطيين، كل واحد يهضر واش بصح واش هو، ما نقيش المشاعر تاع الناس كيما هو. درك كي جا كونسيي ولات ليكيب ناسيونال قال لك والله غدو، قال لك غدوه يربحوا، هام خسروا. هو ككونسيي واش هو رايو؟ داكور انا نحترم رايو، بصح هاي هام خسروا، قال لك غدوه يربحوا، هام خسروا.
وزيد بزياده هو درك راهو يسقاضى مرتب شهري 50 مليون في الشهر، واش قدم كمستشار كمستشار لدى رئيس الاتحاديه، واش قدم درك للكره الجزائريه منذ تعيينه كمستشار؟ واش قدم؟ نورمالمون يروح لازوندي يشوف الماتش، يجي لقسنطينه يشوف الماتش، راهو ديجا قاعد يتقاضى دراهم من الاتحاديه، علاه ما قدمش هو حلول؟ الكازار هذا لونترينور هذا من المفروض هو ما كانش حاضر كي جابوا البريزيدون دو لا فيديراسيون، بصح من المفروض درك سي ماجر يقدم حلول للكره الجزائريه طونك هو لاعب دولي سابق، ويقول جماعة الفافا ما يقول لكم ما عطيتوناش وقت، راكم تنتقدوا مازال ما ديناش الوقت اللازم، انا 5 أشهر فقط منذ التواجد في الفاف. انا شوف انا البارح يعني نهضرها لك بصراحة، انا قلبي بيض للناس كل، انا بالنسبة لي البارح والله نعز بيا زتشي، والله نعز بيا، انا ما نشيش الناس يسبوه ولا باغ اكزومبل يقيسوا له المشاعر تاعو ولا، بصح البروبليم درك هاك تشوف فيه معند لونترينور قال لك انا ما نروحش ما نديميسيونيش، هو قال لك لونترينور نحافظوا على الاستقرار، واش من الاستقرار مع اونترينور كيما هذا؟ درك بالنسبه لاكوب دافريك، لاكوب دافريك نجيب لها اي اونترينور اي ديجا مكاليفيا، عندنا 24 كلوب فريق، 24 فريق راهي راح تكاليفا، ماشي كيما باغ اكزومبل سيستم كانوا ساهل القديم. ايه درك نعطيك باغ اكزومبل علاه كانوا يدافعوا على لي لوكو لي جوار لوكو، علاه ما يديفونديوش؟ كان يهضر هو على لونترينور لوكال، علاه درك ما هضرش على ماضوي، وعلاه ما هضرش على بالعطوي، علاه ما هضرش على شريف الوزداني، علاه ما هضرش درك على صايفي؟ هادو قادرين يقدموا الاضافه. صحيح فريد نزار، نبقى في نفس السياق، يتهم الحارس القديم، ما نقولكش فريد نزار او طبوا الحارس القديم واللي كانوا موالين خاصه رئيس سابق الفاف انهم راهم يخلطوا، خلينا نقولوها بالعاميه، راهم يخلطوا للرئيس الجديد والاتحاديه الجديده والمكتب الجديد، انطلاقا من انه ما وفروا لهمش الارضيه المناسبه لتحقيق الانطلاقه. لماذا يقول لك انه هؤلاء الرؤساء مثلا انتم كرؤساء علاش ما كنتوش تكلموا تنتقدوا وصوتكم عالي في وقت المكتب السابق والرئيس السابق؟ نظن باللي الكل كان شاهد باللي كل رؤساء النوادي تقريبا كانوا ساكتين في العهد السابق، ما كناش نسمعوا في العهد السابق ايضا. اذا تعترف؟ لا طبيعي، هذا واقع، اسمه الانسان ما لازمش يتكلم يلوم الكاشف. طب وما كناش نسمعوا كامل كل رؤساء النوادي كل وما كانش حاضر في ذاك الوقت. لكن كل رؤساء النوادي كانوا ما يتكلموش، حتى رؤساء الرابطات ما كانش واحد يتكلم ولا يعرض ما كانش واحد يتكلم ولا يعرض نقولوا باللي حبينا ولا كرهنا الديكتاتورية في بعض الأحيان كانت تجيب نتائج، وشفناها حتى في السياسة مثلا، شفنا العراق تاع صدام حسين ما هوش هو العراق تاع اليوم. ولهذا نقول باللي بالنسبة لزتشي، زتشي نظن باللي الخطأ الكبير اللي ارتكبه في بدايته وهو أنه ما اختارش المكتب نتاعو، أنه عرف أعضاء المكتب نتاعو عرفهم أثناء الجمعية العامة. نظن باللي الخطأ اللي ارتكبه أيضا زتشي كي قبل من لجنة الانتخاب أنها تفرض عليه أشخاص موالين لأعضاء لجنة الانتخاب، هنا كانت مايلة الاتحادية من بدايتها. أيضا أنا نقول باللي ولوم الاتحاد هو أنه ما خذاش قرارات صارمة، ما نقدرش نقول باللي أنا حاسبوني في بداية الموسم، لا، أنا ناخذ الباسيف والأكتيف في يومها، لازمني ناخذ كل القرارات. شفنا وصراف البطولة تاع الموسم الماضي، شفنا مباريات المباشر وصرافها، شفنا فرق حتى في القسم الوطني الثاني بعد ما ضمنت الصعود نتاعها شفناها كيفاش نزلت على مباريات والمكتب الاتحادي ما تكلمش من بهذيك البداية، تكسر المكتب الفيدرالي وما يقدرش يعاود يتصلح، لأنه إذا تكسر الكاس ما نقدرش باش نعاودوا نلموه، لأن المنتج. لكن هل هناك أطراف راهي تعرقل صحيح المكتب الحالي؟ نظن باللي نقول لك حبيت والله كرهت اليوم لكان نشوفوا العملية الانتخابية نتاع سي زتشي في 100 شخص، كاينة 36 اللي قالت لا، وكاينة 3 اللي قالت اللي متانعة التصويت، يعني تقريبا 40% في البداية، بعد 40% راهي معارضة، وبالنتائج
حبيت لاكات اي مسير يعيش بالنتائج. بعد ما جاتش النتائج وبعد الكوارث اللي رانا نشوفوا فيها في البطوله تمشي الحلقات جد كبار تاع المعارضه. ونقدر نقول لك لو كان يدير جمعيه عامه استثنائيه ممكن جدا انه يسحب منه ثقه في ظل النتائج اللي يسجل فيها المنتخب الوطني, في ظل التدهور تاع الكره الجزائريه, في ظل البطوله اللي رانا قاعدين نشوفوها. رؤساء الانديه, رؤساء الانديه بكل صراحه, انتم رئيساء ناديين سابقين, كل صراحه رؤساء الانديه حقارين؟ نقدروا نقولوا انهم, انت تكلمت على الديكتاتوريه اللي كانت لازم, هل زدتش بحسن نيه لقى بمقابل ذلك رؤساء انديه حقارين حقروه؟ انا نقول لك باللي هذه من طبيعه البشر, فهمتني؟ وحنايا يعني بزاف ناس كما يقول واحد كي نشوفوا واحد يحترمنا بزاف نحبوا نركبوا عليه, ولهذا هذا اللي راه واقع دوك واقع الزوتشي بحكم انه كانت عنده علاقه مليحه مع رؤساء النوادي. وكما يقول واحد ما كانش هذاك الحاز بينه وبين رؤساء النوادي, الناس يعني استغلت هذيك الطيبه ممكن تاعو وذاك, وحابين الان يعني في ظل النتائج اللي ما جاتش, قلت لك في ظل انه قبل على نفسه انه يتوضعوا له اشخاص هو ما يعرفهمش. صحيح. في ظل ايضا يقبل باللي الانتخابات تمر والاعضاء يفرضوا عليه اشخاص من عندهم. هنا كانت اول سقطات نتاع زتشي, وكنا عارفين باللي انه ما يقدرش يوصل الى العهده نتاع 4 سنوات. راح نواصلوا النقاش, عندنا فاصل اعلاني مشاهدينا الكرام, فاصل اعلاني ثم نواصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من حصتكم داخل الديزويت مع ضيفي الكريمين فريد نزار رئيس السابق لشبابتنا, وعزوز طبو رئيس السابق عفوا لشبيبه سكيكدا. داو معك عزوز طبو في نفس السياق, نشوفوا انه السؤال اللي طرحته على فريد نزار تكلم على نقطه مهمه, على انكم انتم كرؤساء الانديه مليح معكم الديكتاتوريه بكل صراحه, لانه زتشي جاء بطريقه ممكن فهمت من قبل بعض رؤساء الانديه من قبل بعض الفاعلين على انه ضعف من قبل الرئيس الجديد للفاف. بالنسبه لي الكلام الذي قاله سي فريد ما يقدرش يستعمل معي لا الديكتاتورية لا هم يحزنون. أنا يكون معي راجل نكون معي راجل, يكون معي قبيح نكون معي قبيح, يكون معي يعطيني حقي نعطي حقه با بليس, ما نظلمه ما يظلمني. أنا بالنسبة لي نشوف الفريق تاعي العام لا سيزون باسي ضاع لي حقي على الصعود افك, يعني الناس كل تشوف. هل يتحمل رئيس الفاف المسؤوليه؟ أنا بالنسبه لي ما نحملوش هو, انا نحمل بعض الاشخاص مسؤوليه عدم صعود الفريق. لكن انت يشوفوك انك دخلت في صراع مع زتشي منذ البدايه. احنا دخلنا انا وياه دخلنا قبل ما يكون رئيس اتحاديه, دخلنا قلت لك على الماتش تاعي هنا معاه في بارادو, هذا هو الخلاف اللي كان بيني وبينه, انا ما عندي حتى خلاف معاه. وقلت لك انايا البارح تاثرت يعني كي شفتو هكاك عزبي, فهمتني؟ في حوار مع خير الدين زتشي اجريته معهم مؤخرا تكلمتوا على الغيره, هو لمح على انه هناك غيره من قبل العديد من رؤساء الانديه لتواجده على رأس الفاف باعتباره أول رئيس نادي يوصل إلى رئاسة الفاف. هل ترى أنه المنطق إن صح القول بذلك تاع الغيرة هو اللي خلى رؤساء الأندية ينقلبوا عليه؟ وأنا راجل على المرأة اللي تغير مش الراجل اللي يغير المرأة, وي مي الراجل عمره ما يغير. أنا اللي نغير منه هو يلبس 44 وأنا نلبس 40, يعني نغير منه أنا ما نغيرش منه, أنا كونترير. انا كونترير, انا نحترمو نورمالمون. كي انا قلت لك الله عمري بلا عمر ما عندي معاه مشكل. المشكل اللي كان معاه على اساس ضغطني كي ما صعدش برك. هو انا نقول لك هو 50% سبابي, هذا هو البروبليم. اذا انت راك تصفي حسابات معاه, انت ما يهمكش الحال تاع الكره الجزائريه. سي طبو ها هو المشكل تاعكم, انتم اللي افسدتوا, تتهمون على انكم انتم اللي افسدتوا الكره الجزائريه. كل واحد يحوس على مصلحته الشخصيه الضيقه, بمعنى انت ما طلعتش والفريق تاعك ما طلعش,
انه تريب الانطلاقه الجيده تاع الكره الجزائريه، نعلقوا لزتشي والمكتب ونقووا الحس باش ما ينطلقوش مليح ونشوفوا النتائج حاليا خمس اشهر نتائج كارثيه. اسمع سي ياسين، انا ما نعرقلوش وممكن نقدم له يد المساعده، ما جامي نعرقل هنايا. انت عرقلت في الجمعيه وهذا شفنا الصور في التقرير. انا افهمني، ما عرقلتش زتشي كزتشي، قلت لك عرقلت انا الطريقه اللي العمليه الانتخابيه هي اللي ما عجبتنيش، هذا هو الشيء اللي خلاني نهضر. بيسك انا على بالي واش كاين في لاسومبلي، بيسك الجماعه اللي حكموا لاسومبلي على بالي واش رايحين يديو. على هذه قلت لهم انا واش اعطيوني سونتر دانفورماسيون، بيسك هما موعودين باه يديو، انا واش ندي لولايه تاع سكيكدا ان سونتر فورماسيون. بمعنى دائما المصلحه الضيقه الشخصيه. فريد نزار، بخصوص الغيره هل عندها دور في الهجوم تاع العديد من رؤساء الانديه على رئيس الاتحاديه؟ لا اظن ذلك، يعني نظن ان لا، يشوف يقول لك ما دام رئيس نادي بارادو هو رئيس الفاف، علاش ما نكونش انا رئيس الفاف؟ كانت نظن باللي العمليه الانتخابيه كانت مفتوحه لكل اعضاء الجمعيه العامه، ولا شخص يعني تقدم كي الكل كان ينتظر في روره هل يدخل ولا ما يدخلش. صح. يعني اللي كان حاب يدخل كان يدخل. اليوم مشى جا زتشي كان ممكن في ربع سنوات قبل كان اول كان ناوي باش يترشح. وسباب الكره الجزائريه وسيه ويتحملها روراوه 70% بويسك هو اللي دار المشكل هذا تاع الانتخابات. هو لي بريزيدون تاع لي كلوب كامل هادو اللي مساندينو سما مديسيدين روراوه ودخل خلا لهم لا ديرنيير مينيت ولا ديرنيير جو. لا، هذا يعكس عقليه الانبطاح اللي كانت عند رؤساء الانديه. صح، اللي رانا نشوفوه فطنوا حاليا. صح، أنا معك في الطرح هذا. رؤساء الأندية كانوا كاملين ماشيين مع سي روراو، هذا كان سيدهم. أنا بالنسبة لي ما كنتش في البريود تاعو، ما كنتش باه نكون معك صالح. لا، لو كنت راح تدخل الصف كباقي. والله ما دخلت أنا والله ما دخلت الصف. على ما ندخل أنا مع روراو في الصف؟ هو دالي كيتي الساعة وراه خلاص درك، على ما ندخل معه في الصف؟ أنا بالنسبة لي هو، أنا نقول لك الإقصاء تاع المنتخب الوطني 50% يتحملها روراو، 50% يتحملوها رؤساء النوادي، ومن بعد يجي رئيس الاتحاديه، ومن بعد نزيدو نروحو لونترينور. فريد نزار، هل نتوقع على ضوء الانطلاقه المتعثره على جميع الاصعده، ما نتكلموش فقط على المنتخب الوطني حتى على البطوله الوطنيه، هل نتوقعوا يعني رحيل سريع المكتب الحالي للمسؤولين الحاليين على الكره الجزائريه؟ هل توقع انت هذا السيناريو؟ نظن باللي نتوقع باللي المكتب الفيدرالي ما يكملش العهده نتاعو، بناء على انه اولا ما كانش تجانس بيناتهم، لانه ما يعرفوش بعضهم، عرفوا بعضهم الا في الجمعيه العامه، كانت مصالح كبيره ما بيناتهم. اليوم نشوفوا باللي الكل يجري وراء لجنه التحكيم في اعضاء المكتب. ولهذا انا نقول باللي كان عليها مشكل كبير. لليوم مازال انطلقت البطوله وما عندناش رئيس لجنه التحكيم. تعرف بالكواليس لا تجري، تعرف علاش الناس تجري على لجنه التحكيم، تعرف كيفاش، لان هذه هي اللجنه اللي تعين من بعد البطل، وهي اللي تعين شكون اللي يصعد، وهي اللي تعين شكون ينزل، تعرف باللي فيها اموال كبيره هذه هي اللجنه، على هذيك الناس الكل راهم يحبوا يديوا هذه اللجنه. ولهذا انا نقول باللي تفضل اسمح لي، من المفروض لجنه التحكيم هذه نهضروا نكونوا واقعيين ونكونوا نهضروا هذيك الكلمه حق. لجنه التحكيم هذه من المفروض يحكمها كوسه. ها، علاه والزميرلي ولا باري اكزومبل النوتر مومبر في البيرو فيدرال يحوس على لا كوميسيون دو داربيتراج؟ علاه؟ هنا سؤال مطروح. بيسك كوسه لانه على باله انه رؤساء الانديه يرشيو، على باله انه الحكام مرتشين. إذا المشكل ماهوش فقط في المكتب الفيدرالي، المشكلة في محيط صح كامل. صح، إيه صح، في المحيط كامل. لكن لماذا تحمل فقط المسؤولية المكتب الفيدرالي؟ أنا ما نحملش المسؤولية كاملة المكتب الفيدرالي، أنا نحمل، قلت لك قبيل، قلت لك أنا نحمل المسؤولية الرؤساء هادو الفرق اللي كانوا يستناو روراو يدخل في لا دانيير مينيت، جبد بهم الحصيرة ما دخلش أوتوماتيكمون. زوتشي راح على 12 وربع
على بالنا كاينين ناس خلاف قدموا حتى ما نعودوش الامور السابقه. فريد نزار ماكش تشوف انه او بالاحرى البعض يرى انه او ينصح رئيس الفاف خير الدين الزتشي يقول له حتى تنجح لازم تتخلص من كل التركه القديمه، بمعنى انه لازم يروحوا غالبيه اللي يشتغلوا في العهد السابق حتى ينجح. هل ترى انه هذا هو الخيار المناسب لتحقيق الاقلاع الضروري بالنسبه لرئيس الفاف، وهل هذا الامر قابل للتجسيد؟ والله هذا يعني خطا، وخطا كبير ارتكبه زتشي، لانه زتشي ايضا مشى وجاب لا الاشخاص اللي كانوا يمدحوا فيه في البلاطوات واعطاهم مناصب. نظن باللي الاتحاديه كان من المفروض يعني مثلا في اللوجيستيك كان المكتب السابق يعني كان الفريق الوطني وكانت الاتحاديه يضرب بها المثل يعني في تسير تاع اللوجيستيك تاع الفريق الوطني. ما لازمش اليوم يروح يجيب لنا مسيرين تاع بارادو ويسيروا الفريق الوطني، هذا خطا. ونظن باللي كان يحافظ على الكوادر الملاح اللي كانوا في الاتحاديه باش ياخذ منهم تجربه وخبره وينجح في المهمه نتاعو. ما لازمش نستنى وشكون مدحني في البلاطو نجي نعطي له منصب ونعطي له راتب شهري على ظهر الاتحاديه، بل نختار الكفاءات اللي موجوده في الاتحاديه ولا موجوده في الرابطات ولا موجوده في النوادي ونكون. لكن تخاف انهم يعرقلوا لك هادو محسوبين على المكتب السابق؟ لا ما نظنش باللي المكتب السابق راه يحفل ولا كما حب هو يوهموه الناس الاخرين. انا نظن باللي الجميع حاب باش يساعد الاتحاديه وباش يمشي، ولكن هو المشكل راهو اعمق. المشكل الازمه الكره الجزائريه راهو اعمق من تسيير تاع الفريق الوطني ولا من تسيير هذه اليوميات. انا نقولوا باللي اليوم نمشيو لافريقيا، افريقيا اصبحت تملك مركبات احسن منا، كل النوادي الافريقيه تقريبا اصبحت تملك مراكز تكوين، الفرق نتاعنا الجزائريه مش موجوده. اليوم لو كان نمشيو للحقيقه تاع الكره الجزائريه ونتكلموا عليها ونقولوا على النوادي الكل راهي مفلسه، اليوم الضمان الاجتماعي والضرائب لو كان تفرض الغرامات نتاعها على النوادي كل النوادي نغلقوها ونمشيو. لازم نمشيو الى الحلول الجذريه تاع الكره الجزائريه، ما نبقاوش نتكلموا على الفريق الوطني نهزم مع زومبيا والفريق الوطني تقصى. نقول باللي 10 سنوات والفريق الوطني في تدهور، ما فزناش بكاس افريقيا، فزنا الا تاهلنا الى كاس العالم ومشينا الى دور ثاني فقط. هذه الترسانه تاع النجوم اللي خذت لنا اموال كبيره من الخزينه العموميه تقريبا 2000 مليار خذوها لاعبي المنتخب الوطني في مده 10 سنوات، واش هي النتائج اللي خذيناها؟ تأهلنا إلى الدور الثاني من كأس العالم، هل خذينا كأس إفريقيا؟ هل أهلنا الشبان تاعنا؟ الشبان تاعنا اليوم راهم يتقصاو في الأدوار الأولى، لازمنا نمشي ونشوفوا هل المركبات الرياضية الآن تليق بفرق نتاع القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني؟ رانا نشوفوا في الرابطة، أنا نشوفوا في الرابطة اليوم البرمجات تغير مرتين وثلاثة بسبب أنه ماهيش موجودة ملاعب. لازمنا نتكلموا ونقولوا باللي الفرق الكبيرة مستغانم تيارة عنابة اللي عندها مركبات كبيرة اليوم ماهيش متواجدة في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية، لماذا؟ نروحوا لهذه المشاكل، نروحوا نقولوا كيفاش باش النوادي لازمها تمول نفسها؟ وش هي المشاكل اللي راهي موجوده؟ نتكلموا على لجنه المنازعات اللي راهي اغرقت النوادي بديون كبيره ونعرفوا واش راهو صاري في لجان المنازعات. هذا هو المشاكل العميقه اللي نمشيو للكره الجزائريه اللي راهي تعاني منها. مش تكلم عزيز طبو فريد نزار على نقطه مهمه، يلام على رئيس الفاف انه ما حبش يتخلص من العباءه تاع نادي بارادو، هل تتفق مع هذا الطرح؟ نتفق معاه بيسك البارح شفت بعيني يعني دو ريسبونسابل كانوا معاه في بارادو شفتهم بعيني البارح. لكن ما كنتش بلي هذا الامر عادي انه تجيب معاه عندك ناس تاع ثقه. لا 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 نو داكور نجيب ناس تاع ثقه بصح كاينين في لا فيديراسيون، كاينين في لا لي، كاينين في النوادي، كاينين في كاينين بارتو. علاه لازم تاع بارادو نجيب بار اكزومبل نعطيك انفورماسيون. كاين واحد كان معاه من اول في بارادو تقابط مع سليماني، ها واحد ما على بالو به تقابطوا في لا زومبي. سي غراف هادي، سي غراف وتري تري غراف. هاد الامور تحدث في المنتخب الوطني. نو زيد كي تشوف الحاز القديم هذا يا ولد الناس ديغوتي ديجا او جامع. على درك باغ اكزومبل نعطيك باغ اكزومبل الناس يقولوا ليكيب ناسيونال بارادو، انا نشوف فيها مش بارادو بصح الناس لا ماجوريتي يخموا يقولوا طونك هام جاب الناس هادو معاه تاع بارادو. هو من المفروض ما يجيبش الناس هادو، كاينين ناس اللي احسن منهم في التسيير في كلش. علاه غير تاع بارادو؟ كاين غير تاع بارادو؟ علاه ندخل نعطيك باريكومبل. انا رئيس اتحاديه
درك قرباج هذا منتخب باغ اكزومبل حتى 2019 ندخل انا في صراع هنايا مع قرباج باش تنقول قرباج ومع روراوه نو نورمالمون روراوه راه رئيس الرابطه وانت رئيس قرباج 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 رئيس الرابطه وهو رئيس الفار الاتحاديه على ندخل معاه انا في صراع دونك الراجل راهو يخدم في خدمته نهضروا الحقيقه على ندخل معاه في صراع بويسك كاينه حساسيه سوا ديزون باللي قرباج او عيط له روراوه وراح لمصر وهذه نورمالمون نو الواحد الفو با يقرا النقص انا جاي بريزيدون فيديراسيون اخويا نخدم ندي الدور تاعي كما يقول واش يقول الناس تاع بكري انا بريزيدون فيديراسيون ندي الدور تاعي كما ينبغي حبه من حبه وكريهه من كريهه حاجه خلينا ما نشوفهمش لكن بعيدا عن التنظير بكل صراحه انتم تعرفوا واقع الكره الجزائريه لما تكون منظومه فاسده فيها الراشي فيها المرتشي فيها كيف تطلب من مكتب فيدرالي في ظرف قصير انه يصلح كل هذا؟ احنا ما طلبش هو يصلح مش ما عندوش عصا سحريه بيصلح هذا في عام ولا عامين ولا ثلاثه يطلب وقت صح يصلح لو بروبليم الغلطه الكبيره ديجا لو بروبليم تاعو هو سبحان الله هذا اونترينور وزيد بزياده لونترينور هذا رايك كاين ناس ممكن يعجبهم لا ما كان والله نعطيك 99% 200% في الجزائريين هي لونترينور هذا ما حابينه انا نهضر في بلاصتهم هنا من البلاطو لانه الجزائريين نعطيك علاه نبحث عن نتائج هذا ما حدش ناجو معاه باغ اكزومبل ماضوي ولا بالعطوي ولا شريف الوزاني ولا صايفي على ما حطوهمش هو ماجر وبن شيخ على كانوا يديفونديو على لي زونترينور لوكو ودرك ما ديفونداوش على ماضوي وعلى بالعطوي وعلى شريف الوزاني وعلى صايفي ما يستاهلوش هادو يكونوا في المنتخب الوطني يستاهلوا يكونوا دي زادجوان تاع لونترينور بصح ماشي مع لونترينور هذا انا قلت لك كون يجيبوه لي سكي كذا عندي الجي اس ام اس ما نقبلوش ب 50 مليون هذا لا كان وي هذا نعطيه لي كادي ولي مينيم وي مكون ماشي ها مربي ماشي مكون بويس كي يشوفوه لي كادي ولي جينيور كي يشوفوه عاقل وترونكيل وهذوك يخدموا مدرب قبيح المعيار تاعو انه يكون قبيح ولا عاقل ليكيب ناسيونال تاعنا لازمها واحد قبيح كيما حالو لوتش نظن باللي المشكل ماهوش في يعني في الطاقم الفني المشكل الان هو اصبح في لاعبين المنتخب الوطني هما اللي ولاو دوكا شواكر تاع الفريق الوطني هما اللي نحيو المدرب اللي نعرفنا في المباراه الاولى تاع الكاميرون هما اللي نحاو الطاقم الفني انا نقول لك باللي لو كان اللاعبين هادو نزيدو نحلو لهم عينهم المره الجايه نحيو رئيس الاتحاد ونحيو المسيرين حان الوقت هاد اللاعبين حطوهم عند حدهم لان انا كمناصر امس ما قبلتش انه مع الثوره في المتحدة. انا البارح ما قبلتش انه سوداني يكون اساسي رغم حتى المستوى نتاعو ولكن الحركه اللي دارها في المباراه نتاع مرحله الذهاب ما تخليهش يلعب اذا بغينا باش الفريق الوطني ينجح لازم يكون الانضباط البارح هو اعطى صوره سيئه على اللاعب الجزائري وهو انك دير ذراع تلعب البارح كي خرج ودار الاحتجاج نتاعو البارح شفناه لعب مباراه ولعب 90 دقيقه نقول باللي لازم ثوره كبيره في هذا اللاعبين لان ما شفنا منهم والو ما عندكش بديل هل عندك بديل لا مش مشكل تاع بديل اليوم ما درنا والو علاه درنا بهم احنا هذو كاس افريقيا وحنا اليوم رانا خايفين يروح لنا ولا ما دينا والو ما عندنا لا كاس لا والو حتى الكاس الوحيده ديناها في 90 ديناها بطاقم فني جزائري ربي يرحمه كرمالي واللي داها ثاني في 79 مع الاواس نظن باللي يروحوا على ارواحهم ونجيبوا جيل واحد اخر نقول باللي لازم نصلحوا الكره الجزائريه ونحطوها على اسس صحيحه وعندنا كما قلت لك في السابق عندنا مثال حي في السبعينات كي درنا الاصلاح الرياضي شفنا النتائج سواء عند النوادي ولا عند المنتخبات تاع الفئات الشبانيه ولا عند الفريق الوطني للاكابر. سي طبو هل تتفق مع هذا الطرح؟ لانه هناك الاصوات تعالى حاليا يقول لك لازم ثوره في المنتخب. انا بالنسبه لي ما نتفقش معاه في هذا الطرح بويسك هو ديجا هضر على جوار اللي في الماتش على زومبي قدم مردود في المستوى لكن يخرجك المدرب يعني لا ريزون على ما خرجش ابراهيمي لا على ما خرجش ابراهيمي. احنا ما نتكلموا على السوداني اللي نعرفوه انه هذه اول مره حتى نكونوا منصفين صح
لا نتهم على اننا نشاطروا فقط على لاعبين المحليين، الامر تكرر في العديد من المرات مع لاعبين اخرين في المنتخب. حنا نتكلموا بصفه عامه، هل انت كرئيس نادي ولا كرئيس اتحاديه تقبل انه لاعب ينتفض على المدرب تاعك لما يغيره؟ هو المدرب هو المسؤول. بيسك هو الشاف سوق في المنتخب. نقول لك على هو انتفض سوداني، ممكن هو الشاف المردود تاعو قدموا مليح، ما هوش مدرب، هو لاعب، مجرد لاعب. المدرب هو اللي قرر. هو انا نعطيك انا باريكزومبل الكراز، هذا واش يخمم درك ابراهيمي يهضر معاه بالاسبانيوليه ما يقدرش يخرجه. هاو انا نعطيك انايا، نعطيك انا واش يخمم هذا الكراز على هذه. قلت لك لونترينور هذا ماهوش في المستوى. من المفروض عندنا خويا دي زونترينور لوكو هنا يخموا يحطوا الناتجو هنا ويجيبوا انترينور مليح. وبرب احنا ما قلناش نديروا ما يديروش طوره، يخليوا لي جوا كيما انا باغ اكزومبل شهاده لله لاريير دروا عطال راهو قدم البارح مقابله من هو راجل مقابله بالنسبه لي. صحيح هذه شهاده لله. بالنسبه الاخر بن مغيط وسي نفس الشيء. عندنا بشويه حتى نديروا فريق وطني كما كنا في 92. صحيح. فريد نزار في الاخير على ضوء واش تكلمنا على ضوء الوقائع المره للكره الجزائريه وانطلاقه المتعثره للمكتب الحالي، هل توقع انه الخروج راح يكون في اقرب وقت ممكن من النفق المظلم، ام اننا راح نجو نفس في كل موسم ونتكلموا في البلاطوهات على هذا المشكل، على هذه الصراعات، على هذه النتائج السلبيه، بمعنى انه الامر ما حش يتغير؟ نظن باللي المكتب الفيدرالي ما يكملش العهده نتاعو لعده اسباب. اولا ان زتشي ماهوش متعود على الضغط، هو كان يعني عنده فريق ما كانش عنده انصار، كان هو اللي يدير الضغط على اللاعبين وعلى الطاقم الفني. اليوم لقى بلي 40 مليون جزائري كامل تضغط عليه، ما نظنش انه يتحمل الضغط المتواصل اللي راح يكون عليه في ظل واش ينتظر الفريق الوطني تاعنا، في ظل واش ينتظر النوادي الجزائريه تاعنا. لو تعرف الحقيقه نتاعها كل الفرق ممكن بعد سنه او سنتين بعد ما تسحب الدوله الدعم نتاعها الكره الجزائريه رايحه يعني تدخل في نفق مظلم. لابد من جلسات رياضيه لإيجاد حلول جذرية للكرة الجزائرية، ما لازمش نبقاو ننتظروا إلا في النتائج، والنتائج تبقى تغطي كالشجرة اللي تغطي الغابة. ولهذا لازم نروحوا الآن إلى وهل توقع الإقلاع؟ يعني يكون إقلاع قريب؟ والله نظن باللي في ظل الأزمات اللي هي معوشة تعيش في كل النوادي، نظن باللي هذا الموسم يكون موسم صعب وصعب جدا على النوادي لو ما تكونش قرارات يعني سياسية باش ننهضوا بالكرة الجزائرية. طب هل تتفق مع هذا الطرح على أنه الأمور راح تستمر كما رانا نشوفوا فيها حاليا؟ أنا بالنسبة لي يكون يبقى في البيرو فيدرال هذا كما راه، على بالي ما رايحاش بخير وما رايحينش نديروا فريق وطني مليح وما راحينش نديروا فريق وطني تاع لي لوكو مليح. انا بالنسبه ليا طونك رانا انا نوجه ندائي من الاستوديو هذا الى السيد زوتشي باه ينظر للمحيط تاعو. لازم المحيط تاعو ينقي المحيط تاعو ويبدا يدير انطلاقه جديده بيسك المحيط تاعو. انا نعطيك بار اكزومبل مثال البارح كيفاه برومي فيس بريزيدون ما راحش، دوزيام فيس بريزيدون ما راحش، بريزيدون دو لا ليغ ما راحش، ماجر كونسي يقول لك انا مستشار تاع رئيس الاتحاديه ما راحش، هو يدي فيه 50 مليون ويقدم لك فيه في واحد الاقتراحات تقول هو اللي خلقنا درك. كي تشوف الاقتراحات تاعو تقول هو اللي خلق البالو. هو ماتش القسنطينه ما راحش يتفرجوا ويقول لك غدوه ونربحوا. وشكون انت يا راجل؟ وشكون تحت تقول؟ مع احترامنا لكل الاشخاص اسمح لي، كره القدم ماهيش علوم دقيقه تقول غدوه نربح، هاك خسرت. نتمنوا الخير والاقلاع في اقرب وقت ممكن للكره الجزائريه والمنتخب الوطني، رغم انه كما قال فريد نزار الامور جد صعبه. يعطيك الصحه عزوز طبو رئيس سابق لفريق شبيبه سكيكدا، وسيد فريد نزار رئيس سابق لشباب باتنا، شكرا جزيلا. شكر موصول الجمهور الرياضي الجزائري الكريم على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي. إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.